السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه مرتفع عن الأرض بحديقة خاصة ومدخل خاص في موقع مميز جدا بجوار شارع 10 ونادي ميرا وحمامات السباحة، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل للبيع عند بسعر روطة داخل القرية. شفنا بعض الواجهة موجودة عندي هنا على يمين الفرندا، كبيرة ما شاء الله ممتازة، موجود فيها عندنا كنبة من الطوب الفرعوني متقفلة عندي حديد بالكامل، وقصادنا هنا موجودة عندي الحديقة الخاصة بالشاليه، موجود فيها عندي شواية من الطوب الفرعوني متقفلة عندي برضو هنا حديد بالكامل، والشبكة عندي ما شاء الله برضو عندي كلها عليها حديد. دي عندي هنا الحديقة الخاصة بالشاليه وتراك كامل بطول الشاليه ما شاء الله تبارك الله، دي كلها ملكية خاصة عندي بالشاليه. ورؤية الفرندا عندي هنا من زاوية تانية ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عند تقسيم قطعتين، وعلى يمينها هنا موجود عندي عداد الكهرباء اللي خاص بالوحدة بتاعتنا، عداد قديم تشطيب عندي تشطيب ممتاز ما شاء الله عندنا في الريسبشن، موجود عندي خلفيات ممتازة جدا من الثري دي، وقصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، واجهة المطبخ عندي من الأمام، رؤية المطبخ عندي هنا من الداخل، وطرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. على يمينا موجودة عندي أول غرفة نوم كبيرة وممتازة ما شاء الله، شباكها عندي هنا عليه حديد ذات أمان، جنب منها وشرطة موجودة عندي هنا الغرفة التانية نفس التشطيب، وبجوار منها موجود عندي برضو الحمام، سيراميك للسقف وتشطيب ممتاز، مساحته ممتازة معقولة. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سولة قرات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه مميز جدا مرتفع عن الأرض في موقع مميز بجوار نادي ميرا وحمامات السباحة وشارع 10 والسوق التجاري، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والسكن والتعمير، وكمان العدادات كهرباء ومياه زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 120 متر، السعر 690 ألف جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 14 ألف دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سولة عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.